أحمد فتحي، واحد من أبرز القادة الشباب خلال الخمس سنوات الأخيرة، مؤسس واحدة من أكثر الفعاليات التدريبية تأثيراً، مؤسسة شباب القادة، اللي بدأت بحلم، حلم لتمكين وتأهيل الشباب للقيادة وتحضيرهم للمستقبل خلال سنوات الجامعة. بدأ حياته العملية داخل إحدى كبرى شركات الاتصالات، وقرر ياخد الخطوة اللي كانت الأصعب وقتها، إنه يسيب نجاح حقيقي وكبير وفي وظيفة مهمة ويؤسس صرح كان وقتها مجرد حلم. أنا المكان ده من الأماكن اللي زرتها كتير قوي، بس النهاردة مبسوطة جداً إن أنا جاية أستضيفك كضيف في شغل عادي. أنا اللي سعيد جداً بوجودي معاك يا دينا. أحمد فتحي المدير التنفيذي لمؤسسة شباب القادة وعضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ووكيل لجنة التضامن بالمجلس. أنت واحد من الناس اللي عملوا المغامرة، مش عارفة بقى محسوبة ولا لأ، بس في كده في العلم بتاع الإدارة يقول في حد لازم ياخد قرار ينط في الهواء. تنطيت في الهواء في حياتك؟ يعني تعودت من صغري أن أي قرار أن أنا أخده لازم يكون مدروس كويسة. فمن صغري كنت حياتي كلها مساعدة الناس، وده اللي أنا اتعلمته من أهلي، إن أنا إزاي أقعد أساعد غيري. فكنت في المدرسة كنت غاوي جداً إن أنا أخش في اتحاد الطلبة وأخش في الأنشطة الطلابية عشان نساعد غيرنا. أيوة شكلك كده الطالب المثالي. كمان دخلنا الجامعة بمناسبة الطالب المثالي، كانت أمنية حياتي إن أنا أغير الفكر بتاع الدكاترة، إن مش شرط إن الطالب المثالي يكون شاطر في المذاكرة فقط لغير. فكان لازم يكون كمان بيساعد غيره ويبتدي يطور من المجتمع. فده قدرنا عملناه في خلال الأربع سنين. أنا يعني ما توفقتش في أول سنة ولا تاني سنة ولا تالت سنة ولا رابع سنة. الرابع سنة بقى اللي خدتها، يعني هي بقيت الطالب المثالي. نتيجة الأربع سنين اللي اشتغلنا في تنمية عشوائيات، عملنا حملات لمنع التدخين في الجامعة، عملنا حملات كتيرة جدا، هي دي اللي يعني الحمد لله خلتنا إن إحنا نكون نحصل على لقب الطالب المثالي وكمان اتحاد الطلبة. الحلم كبر أكتر إن أنا كان نفسي على طول بعد ما أتخرج إن أنا أأسس كيان وأسس شباب القادة، بس كنت بسأل نفسي سؤال اللي دايما. بس انت اشتغلت كوربريت، يعني اشتغلت في شركة كبيرة سنين طويلة، كانت احدى شركات الاتصالات، وده كان ضمن الاسباب ان دايما بقول للشباب ان انت دارس حاجتك ونفسك اللي انت تشتغل ونفسك اللي انت تعمل نجاح كبير في حلمك، بس مش شرط تحققه من اول مرة. كان الحلم ده اتوقف شوية. ينفع ده يبقى عنوان عنك؟ انا بحس انه في حياتك الشخصية انت قصة نجاح، يعني انت حد مؤسس والقف الجميلة الحلوة دي اللي هي خرجت اجيال من الشباب. دورك وادائك في المجلس النواب مؤخرا، بس هل في تراكم من خبرات انه ما تستعجلش؟ انت مفيش حاجة حصلت معك بسرعة، برضو انت خدت الحاجات على مهلك، صح؟ ده حقيقي. انت اول مرة تقولي موضوع اتحاد الطلبة ده على مهلي، ده خدناه حاجتين مهمين قوي. ان كان بقى في اتحاد الطلبه كانت نفسي في يوم من الايام ان انا ارشح نفسي لانتخابات مجلس الشعب، كان ساعتها اسمه مجلس الشعب. من وانت في الجامعه؟ من وانا في الجامعه. فنقول يعني ده حاجه سهله ولا حاجه صعبه؟ كان حلم. والحاجه اللي اكتر من ده لما جيت قلت القرار اللي انا اقدر اسس كيان واسس شباب القادة في الوقت ده، ما كانش عندي الخبره طبعا ان انا اقدر اساعد اكبر عدد ممكن من شباب المدارس والجامعات. واسال سؤال؟ طبعا. يعني انت حد بتشتغل في شركة كويسة بلغتنا إحنا، مرتبك كويس وتمام ومبسوط، ليه تاخد مغامرة؟ إزاي خدت قرار أسيب كل ده وانت كنت ناجح وتايتل بتاعك كان كبير قوي في الشركة؟ أنا كنت مهتم جدا بالحلم بتاعي، كان أنا إزاي أقدر أأسس كيان يخدم أكبر عدد ممكن من الناس. فتطوعت في إدارة اسمها المسؤولية المجتمعية. تطوعت فيها قعدت 14 سنة، أسست مبادرات كتيرة جدا بتخدم أكبر عدد ممكن من الشباب من خلال المشروعات الصغيرة والشركات الناشئة، إزاي يبقى في مبادرات لتنمية العشوائيات، وكان ساعتها زمان كان عندنا عشوائيات كتيرة جدا جدا في مصر، إزاي يقدر الشباب يطور فيها وينميها، إزاي يقدروا يعملوا قوافل طبية تقدر تخدم أكبر عدد ممكن من المحافظات. كل المبادرات دي ابتدينا كمسؤولين مجتمعيا نوفر مبلغ مالي محترم يقدر يخدم المبادرات الشباب اللي احنا اشتغلنا فيها. يعني انت تقريبا كنت بتعمل نفس دورك طول حياتك، بس اتغيرت المسميات. ده حقيقي. يعني وبما ان القهوه بتاعتكم حلوه، تسمح لي بس نقعد ونحكي وتقول لنا يعني ايه CSR، المسؤوليه المجتمعيه في الشركات، وايه فايدتها للمجتمع؟ طبعا. كنت بسألك عن الـ CSR
او خدمه المجتمعيه اللي موجوده في الشركات. في ناس بتسمع المصطلح ما بتبقاش عارفه هو الشركات الكبيره اللي كل همها المكاسب دي بتشتغل ايه للمجتمع، بتعمل ايه. حاجه مهمه قوي الناس تعرفها، اداره المسؤوليه المجتمعيه اداره مهمه جدا، بقت اغلبيه الشركات اللي موجوده في مصر مهتمه بيها. بمعنى ان هي بتدعم كل مؤسسات المجتمع المدني، وكمان مبادرات الشركه دي بتخلقها عشان تطوير ملفات كتيره زي التعليم، زي الصحه، زي الاعاقه، كل الملفات اللي بتهم كل مواطن مصري مسؤوليه المجتمعيه للشركات القطاع الخاص هي شغاله عليها. طيب ده بيفيد المجتمع في ايه؟ ان بيبقى في دعم مادي، بدل ما يتحمل الدوله التكلفه دي، لا، القطاع الخاص هو اللي بيتحمل التكلفه دي. بعد سنين طويله من الشغل مع الشباب وبدون مجامله، ايه احلى ميزه انت شايفها في الشباب المصري في الوقت الحالي، وايه اكبر عيب؟ بس لازم تقولي كمان العيب. لما نزلنا الجامعات الفتره اللي فاتت شفنا شباب كتير جدا عايز يعمل تنميه حقيقيه في كل الملفات اللي بتهم كل مواطن مصري، فدي ايجابيات كتيره جدا شفناها، ان الشباب فعلا شباب واعي مثقف عايز يعمل تغيير حقيقي وتطوير حقيقي داخل المجتمع. يعني انت عكس الفكره المتصدره انه سلبي ومش مشارك ومش متحمس. بصي عشان ابقى صريح مع حضرتك، مش كل الشباب ايجابي، مش كل الشباب عندهم سلبيات. طب ايه اوحش صفه انت عايز تقول للشباب النهارده اوعى تكون فيك لانها هتعطلك كتير؟ ان انت تبقى سلبي، دي اكتر حاجه وحشه بجد. ان انت دايما، احنا بنقول هلهم واحنا بننزل الجامعه، ما تعلقش على الشماعه ان انت مش راضي، ان الدوله مش مهتمه بيك، ان عيلتك مش مهتمه بيك، ان المجتمع اللي حواليك من اصحابك من جامعتك من الشغل اللي انت هتقدم ليه مش مهتم بيك. دي نقطه حلوه، لانه ده كده خلق الاعذار. احنا طبعًا بنعرف نخلق اعذار زي ما احنا شفنا ان في ناس ايجابيه وعايزه تطور، شفنا ناس تانية للاسف الشماعه دايما بتعلق شماعه. بس ده دور مهم احنا كمؤسسات المجتمع المدني، ودور مهم بتقوم بيه الجامعات والمدارس اللي تحول الطاقه السلبيه ديت لطاقه ايجابيه. ومش عايزينها كلام او شعارات، عايزينها تبقى حقيقه، عشان طاقات الشباب لما ابتدينا نوضح لهم ان انت تخش وتشارك في انشطه طلابيه، تخش وتشارك في اتحاد طلبه، لا ما شاء الله دلوقتي يعني احنا بنفتخر بيهم. وده خليني اسالك عن جدوى التدريب. التدريب كم في المية ممكن يغير من قدرات الناس؟ احنا قبل عملية التدريب في حاجة مهمة جدا بنعملها، تقييمات. احنا متفقين مع احسن الشركات اللي موجودة في العالم بتبحث عن الكوادر الشبابية اللي موجودة داخل المدارس وداخل الجامعات. ازاي بنعمل ده؟ تقييم الكتروني. هو بيقيس هل هو متخذ لقرار، هل هو مؤثر مع الناس، هل هو بيتفاعل مع الاخرين، هل هو قائد بمعنى الكلمة. ساعتها بيطلع لنا ريبورت، التقرير ده بنبتدي نتفق مع شركات التدريب، ونبتدي عندنا نماذج مشرفة من المدربين اللي يبتدوا يأهلوا ويدربوا الشباب. لكن التدريب في المطلق مش صح، ان انا كشاب اخش إلا دربني. انا عايز أأهل نفسي. طب لكن انت محتاج تأهل نفسك في ايه؟ تقييم قبل التدريب. حلو. تقييم مهم جدا، اللي هيعرف الشخص اللي هيدربه على اساس ايه. عايزة في جملة واحدة تقول لي مفهومك عن العلاقات. العلاقات دي ده كنز. علاقاتي المحترمة مع زمايلي في الشغل، علاقاتي المحترمة مع زمايلي في التنسيقية، في المجلس، في كل مكان، العلاقات ده كنز لازم الناس تحترمه، لازم الناس تشتغل عليه طبعاً. يعني الشغل لازم تبقى دينامو، ان انت تحقق نجاحات كتيرة عشان خاطر توصل للي انت عايزه لازم تشتغل. انت تبقى دينامو عشان تشتغل عشان تحقق نجاح. طب النجاح تعرف تقوله لنا في جملة؟ النجاح في جملة ان انت عايز ايه؟ عايز تحقق ايه في حياتك عشان تقدر تحقق نجاح. ما ينفعش ان انت عايز تقول انا عايز ابقى ناجح في حياتك وانت مش عارف انت عايز ايه. الاحباط عدى عليك؟ اي شخص حاجه هتتمكن منه سواء نجاح او احباط هي دي اللي هتفضل ماشيه معاه. فانا دايما اللي الحمد لله بنخلينا نتمكن مننا هو النجاح. حلو. مش يعدي علينا بس ما يطولش. ما يطولش خالص. الاخلاص، اخلاصك لكل حاجه تكون حواليك ده من اهم الاشياء اللي لازم تكون موجوده في الشخص، يكون مخلص الحاجة اللي بيعملها. بيقولوا النجاح لأنه هدف مغري جداً لأصحابه، فساعات بيخليهم يتخطوا الأخلاق. في رأيك إيه؟ محدش يبيع أخلاقه ويبيع قيمه ويبيع مبادئه عشان يوصل لهدف معين. خليك بأخلاقك وخليك بمبادئك وربنا هيكرمك في يوم من الأيام. الشغف كلمة بقت مستهلكة من كتر ما الناس بتقولها كتير، وانا فقدت شغفي وانا عندي شغف مش عارف ايه. يعني ايه شغف؟ الشغف ان احنا كنا نعمل منصة تجمع كل الانشطة الطلابية على مستوى جامعات مصر، وربنا اكرم وحققناها.
شغفنا دلوقتي كمؤسسه وشغفي انا شخصيا ان زي ما عملناها جوه مصر عايزين ان شاء الله نوصل لدول افريقيا، وده هيحصل الفتره الجايه ان شاء الله، ونشوف الافكار المحترمه اللي الشباب المصري برضو في الجامعات هناك بيقدموا ايه. ده حلوه، يعني الشغف متجدد طبعا. بالنسبه لك السؤال الصعب اللي انا عايزه رايك فيه، هل بتعتقد انه بعض مؤسسات التدريب اللي بتقدم خدمات تدريبيه في مجالات مختلفه مش بس مع الشباب بتقدم حاجه وهميه، شهادات بلا قيمه الناس بتخرج منها زي ما دخلت؟ ده حاصل؟ هو للاسف طبعا موجود، وموجود يعني كتير قوي، يعني ده مش بقوله عشان خاطر اقول ان احنا كويسين قوي وجمال قوي، بس لا احنا عارفين انتوا بعيدا عنكم خالص. زي ما وضحت قبل كده احنا بنعمل عمليات التقييم عشان اعرف ادي تدريبات الشباب محتاجاها ايه هي، واللي اكتر من ده الشباب دلوقتي برضو بقى ذكي جدا، بقى عارف مين المؤسسات سواء شركات خاصه او مؤسسات مجتمع مدني شغاله في ملف التدريب والتاهيل فعلا هو استفاد وتعلم ولا لا. الموضوع ما بقاش شهاده. اللي عايز اوضحه لكل الشركات او كل المؤسسات اللي شغاله في ملف التدريب والتاهيل، لا اتدربوا بجد، احترموا عقليه الشباب عشان الشباب تقدر تحترم الشركه بتاعتك او تحترم المؤسسه بتاعتك. فكلنا احنا نقدر نقول ان احنا الحمد لله كمؤسسه بنحترم عقول الشباب عشان الشباب تقول ان احنا استفدنا وتعلمنا بجد. شكرا فتحي الصديق العزيز وسياده النائب ووكيل لجنه التضامن والشاب المصري اللي مقدم قصه نجاح حقيقيه واللي عامل على الارض فعلا شغل عالي، بشكرك. انا اللي بشكرك يا دينا بجد على دعمك الكبير لينا، وبشكر برنامج شغل عالي اللي انتوا بتعملوا فعلا شغل عالي. شكرا.